شكرا مرة ثانية سيادة الرئيس. واحدة من الأشياء الحلوة بيك، بالمناسبة هذا مو مدح، توصيف، أنه أنت تعرف الباقنة وتعرف اليومينة. الولد اشتغلت وياهم أنت من 2003 إلى الآن، وايد طقن عليهم، فجرة هنا فجرة هنا، هاي صفقة قرن، ديك صفقة راس، ديك ما أدري شنو. عندنا أمل أنه أنت ممكن أن تكون قصة نجاح، لأن يعني أنت دائما تتحدث عن رؤية. القصة الأخيرة مؤلمة، هي قصة الجادرية، سرقة أراضي الناس، وهاي قصة من مجموعة قصص فساد. أذرني سيادة الرئيس أقول لك، حقير بسلوكه وبالممارسة. القصة مو الجادرية، قصة مو الكرادة، قصة مو المنصور، قصة مو الدورة، قصص. هذه الآن كيف تم معالجتها؟ الأراضي راحت، الولد قطعوا، ناس باعوا، شلون راح تعيد حق الناس؟ أنا عرضت مناشدات لناس سيادة الرئيس، شلون أخذوا بساتينهم، شلون قطعوها أراضي، وأحدهم والله ما زال حي يرزق، أخذوا بستانه مانطا، دبوا بالسجن ووقعوا بالسجن وصادروا أراضي بالسجن. هذا الملف المعقد شلون راح تحله، خصوصا انه عليه تاكيد من المرجعيه؟ ترى مو بس الجادرية يا سياده الرئيس، هاي اليم المعلق والبزيونه والمنصور، وعندنا محافظات بساتين جرفت، عقارات فقرة راحت. الله يعينك عليه، بس طمنا شنو جديدك بهذا الموضوع؟ الحكومه بادرت لاتخاذ اجراء بهذا الصدد قبل الإشارة الأبوية من المرجعية الدينية العليا لهذه القصة، من خلال لقاء المرجع الأعلى السيد السيستاني حفظ الله للأهالي في منطقة الجادرية. احنا قبل هذا البيان وقبل هذا اللقاء، من خلال القصة التي ظهرت والشكوى للمواطن، شكلنا فريق برئاسة وزير الداخلية، وانتقل للموقع والتقى المواطنين نفسهم. ولازلت أذكر لحد الآن، يوم الأحد هذا كان، يوم الاثنين بدأ التحقيق، بنفس الأسبوع قدمت التوصيات، صدرت أوامر قبض على 8 أفراد من هذه الأشخاص اللي والشركة اللي ساهمت في بيع وتجريف الأراضي الزراعية العائدة لمواطنين، مجموعة مواطنين ورثة، قسم منهم باع واستلم فلوسه بالإكراه؟ أبدا مو بالإكراه. واحدة من الشركات قدم فيديو لكل مواطن مستلم فلوسه، والقسم الآخر من ضمن الورثة ما باع، وتدرى هذا مشاع في عملية فرزة وتقطيع وفيها إشكالات. من ضمن التوصيات أيضا كانت محاسبة للفوج الحماية الرئاسي اللي سكت عن هذه العملية طيلة الفترة الماضية، وتم إحالة الضباط للتحقيق، تغيير في مواقع الآمرية هذه الأفواج والأجهزة الأمنية الماسكة للمنطقة. الآن عندنا عدة قرارات مكتسبة الدرجة القطعية ومتخذة من قبلها من القضاء، وأحيلت إلى دائرة التنفيذ العدل، واللجنة في وزارة الداخلية تتابع التنفيذ. هذا واحد. قرارات أخرى معروضة أمام التسجيل العقاري، وأيضا فيها لجان وجهات مختصة تتابع هذا الموضوع. السيد رئيس مجلس القضاء أيضا بادر من جانبه، إضافة إلى هذه الإجراءات، أرسل قاضي مع المواطنين إلى المنطقة وأجرى معاينة و اتخذ الإجراءات المكملة لهذا الملف، اللي هو ملف الدولة ومؤسساتها، يعني مو كل واحد يعده إجراءات. فالموضوع متابع، وفتح الباب هذا لبعض الحالات مثل ما تفضلت في مناطق أخرى، وصلنا هذه المناشدة وهذه الشكوى وتعاملنا معها بنفس الإجراءات. أنا اللي أحب أن أؤكد أنه ليس هناك شخص أو طرف
أو مؤسسة محمية إذا ثبت تورطها في هذه العملية وبموجب الإجراءات القانونية فإننا يعني أنا أعتذر عن مقاطعتك سيادة الرئيس. اللي صادروا هاي الأراضي تعتقد شركات وأشخاص؟ لا لا لو قوة نافذة لا لا أكيد لا هذا تحقيق. أنا ذكرت ما أريد أعيد الكلام، هذا تحقيق وأشخاص وأوامر قبض. إحنا نشتغل بموجب القانون مو بموجب الظنون والاتهامات. أي أقول أي جهة يثبت تورطها في عملية إرغام مواطن على بيع أو أخذ أرض عائدة له بموجب القانون والأوراق، هذه سوف تكون تحت طائلة المحاسبة أيا كانت، وهذا التزام الحكومة سواء كان في هذه المنطقة أو غيرها. وإحنا إذا أريد نجمع شقد حالات تصدينا فيها في الدورة كانت مواجهة مع البعض اللي أيضا قطع الأراضي وتم إزالة هذه التجاوزات، وبنفس الوقت ألقينا القبض على أحد. في كل المحافظات عندنا في كل محافظة قصة ومتابعة، هذا واجبنا، مو يعني هذا فد منجز اللي نضيفه لسجل إنجازات أو برنامج الحكومة. تنفيذ القانون، محاسبة من يستغل موقعه الرسمي، هذه من صلب عمل الحكومة، لكن هذا يراد له تعاون ويراد له أدلة وثائق، مو بطريقة الاتهامات أو بطريقة ما يطرح من قضايا. تدري جزء من حالة الإرباك في الرأي العام ما نواجهه احنا في وسائل التواصل وفي ظل هذه التجاذبات اللي تحصل في المشهد.